اليوم البيضة المغربية كتقترح لكم حلوة سهلة بالفرماج. في المقادير باش نحضروا الحلوة غادي نحتاجوا الكاس ديال سنيدة، كاس ديال زيت الرومية، خمسة ديال الفرماجات، ربعة ديال الزبدة مارغارين، ربعة ديال البيضات، وخمرة واحدة ديال الحلوة، وطحين من نوع الجيد على حسب الخليط. غادي نعود باش نحضروا حلوة ديال الفرماجة، غادي نحتاجوا كاس ديال سنيدة، وكنعبروا المقادير كلها بالكاس ديال العنبة. فكاس سنيدة، كاس ديال زيت الرومية، خمسة ديال الفرماجات، بالنسبة للفرماج مثلث ولا مربع من الأفضل نديرو مثلثين، ربعة ديال الزبدة مارغارين، ربعة ديال البيضات، خمرة واحدة ديال الحلوة، الطحين على حسب الخليط. بالنسبة للطريقة سهلة، غادي ناخدو واحد الإناء ولا قصرية صغيرة، غادي نديرو فيها ديك ربعة ديال الزبدة مارغارين اللي تكون رطبة واخدة درجة الحرارة ديال المطبخ، وغادي نمعكوها مزيان بالكف ديال يدينا مع كاس العنبة ديال السنيدة. كنخلطوا ديك السنيده مع الزبده حتى كتذوب السنيده مزيان في ديك الزبده وكيتخلطوا مع بعضياتهم، ثم كنضيفوا كاس ديال الزيت وحنا كنخلطوا، كنضيفوا ربعه ديال البيضات وحنا كنخلطوا هذوك المقادير مع بعضياتهم. عاد ديك الساعه كنضيفوا خمسه ديال الفرماجات مثلثين ولا مربعين على حسب الرغبه واللي متوفر عندنا. ملي كنخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم مزيان، يعني ربعه ديال الزبده مارغارين مع كاس سنيده مع كاس ديال الزيت مع ربعه ديال البيضات مع خمسه ديال الفرماجات قلنا مثلثين ولا مربعين، ملي كنخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم كنضيفوا في الاخر خمره واحده ديال الحلوه، وكنضيفوا الطحين على حسب الخليط. نبداو ندخلوا حفنه بحفنه حتى كتجمع لنا العجينه، لانه الحلوه خاصها تكون رطبه، العجينه ديالها تكون مرخوفه. ملي كتجمع لنا العجينه صافي كنتوقفوا على اضافه الطحين باش ما تجيناش قاسحه ولا مدقصه. وملي كتجمع لنا قلنا العجينه وكتكون مرخوفه كنورقوها بالمدلك، غادي نورقوها بالمدلك ولكن نورقوها تكون رقيقه، يعني كنورقوها رقيق وكنقطعوها بالمرشم على شكل مثلث. داكشي علاش كتسمى حلوه ديال الفرماجه، ناخذو كتاخذ شكل اما المرشم مربع ديال الفرماجه مربعه اولا المرشم مثلث، وكيبقى على حسب الاختيار ديالكم في المرشم. غير هو بما انه غادي نلصقوا وحده على وحده بالكونفيتور فضروري على انه نورقوها بالمدلك وتكون رقيقه باش ما تجيناش ديك الحلوه عاليه فاش نكونوا كناكلوها، فضروري نورقوها ما بين جوج بلاستيكات كيف كنديروا في صابلي. ملي كتورق مزيان ما بين جوج بلاستيكات وكنورقوها رقيق، ديك الساعه كنقطعوها بالمرشم قلنا مثلث ولا مربع، وكندخلوها نستفوها في لاطه ديال الفران وندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر واحد شويه، ومن بعد كنخرجوها. وكنكون وجدنا شويه ديال الكونفيتور ديال المشماش، وكنحطوا قدامنا شويه ديال الشوكولات كحل مذوب اولا الشوكولات البيض على حسب اللي بغيتو، وشويه ديال الكوك هادو للتزيين. ملي كنخرجوهم ديك الساعه كناخذوا جوج قطع ديال الحلوه وكنلصقوهم مع بعضياتهم اللي بغيتو بالجليكوز اولا غير بالكونفيتور ديال المشماش. ملي كيتلصقوا مزيان الكونفيتور ندفيوه ونخليو الحلوه حتى كتبرد مزيان، والكونفيتور نحاولوا اننا نسخنوه ومن بعد نهزو منه نلصقوا جوج مع بعضياتهم، وكندوزو ملي كيتسدو جوج حليوات اللي هما قلنا في الوسط ديالهم يعني لصقناهم بالكونفيتور ديال المشماش اولا جليكوز. وديك الساعه كندوزوهم ندهنوا الجناب ديالهم بالشوكولات كحل اولا الشوكولات البيض، وكنرشوا ولا كنعاودوا ندوزوهم في الكوك. يعني غادي دوك جوج قطع كنلصقوهم مع بعضياتهم، وبجوج صبعنا كنشدوا الوسط ديال هذيك الحلوه وكنبقاو نحطوها في شويه ديال الشوكولات مذوب، كنبقاو غاديين وكندوروها كامله حتى كلها كتعمر في الجناب ديالها كلها كتعمر بالشوكولات، ومن بعد كنحطوها حتى يعني كنحطوها حتى كنكملوا. وقبل ما يبرد علينا قبل ما يعني نشوف هذاك الشوكولات على هاد الحلوه كنرشوا بشويه ديال الكوك. ما بغيتوش ديروا الكوك ممكن تبقاو غير في الشوكولات، ممكن انكم كاين اللي كيدوزها على الكوك وباش ما تجيكمش معلكه بزاف ممكن دوزوها في الشوكولات الكحل وتحطوها، وديك الساعه نرشوا بشويه ديال الكوك من الفوق فكتجي هشيشه وكتجي لذيذه واقتصاديه، مقادير قليله وحلوه بنينه. ونتمنى انكم تجربوها بالصحه والراحه.